السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل من القسم واحد القوة والحركة، من الوحدة أربعة القوى في بعد واحد، منهج دولة الإمارات العربية المتحدة للعام الدراسي 2016-2017. ردد في سرك شعاري المثابرة، أقرأ أفهم أحفظ أطبق، ولا أؤجل عمل اليوم إلى الغد. المسائل هذه سهلة، لذلك لازم تتدرب عليها، يعني تجيب ورقة وقلم ومسطرة ومساحة. يتم التأثير بقوتين أفقيتين عشان ترسم. مقدارهما 225 نيوتن و 165 نيوتن في قارب، فأنا رسمت القارب. إذا تم التأثير بهاتين القوتين في الاتجاه نفسه، فاخترت هذا الاتجاه، فأوجد القوة المحصلة الأفقية المؤثرة في القارب. F net وتساوي ل F1 زائد F2، وهذا جمع اتجاهي، يعني بدي أشوف أخذ المقدار والاتجاه. 225 في اتجاه X الموجب، لذلك أخذت الإشارة الموجبة. F2 أيضا في اتجاه X الموجب اللي أنا اخترته. فيك تختار أنت شمال جنوب غرب، وبتطبق بنفس القاعدة. إذن F net وتساوي موجب 390 نيوتن، يعني في اتجاه الشرق، في اتجاه X الموجب. سبعة، إذا أثرت هاتان القوتان كما في المسألة السابقة في القارب في اتجاهين متضادين، فبرسم. ففرضت F1 شرقا وفرضت F2 غربا، هاي اتجاهين متضادين. فما القوة المحصلة الأفقية المؤثرة في القارب؟ تأكد من توضيح اتجاه القوة المحصلة، يعني ارسم. فبعد ما رسمنا F net وتساوي F1 زائد F2 جمع اتجاهي، يعني الاتجاه باخذ المقدار والاتجاه. F1 موجب 225 نيوتن، الموجب معناته في اتجاه X الموجب. F2 سالب 165 نيوتن، ليش السالب؟ معناته في اتجاه X السالب. فبصير F المحصلة وتساوي لموجب 60 نيوتن، يعني في اتجاه X الموجب، يعني في اتجاه F1. وفي أمان الله، ولا تنسونا من الدعاء.